السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. في الفيديو ده احنا هنزود انتاج البيض عن طريق ثلاث اضافات، ثلاث اكلات، منهم الاعشاب ومنهم الحاجات المهمه جدا اللي لازم نستخدمها مع الطيور بتاعتنا. دايما احنا بنقول لكم حاجات بقى رخيصه، حاجات موفره، حاجات تزود انتاج البيض ببلاش. النهارده برضو يعني بنقدم حاجات ما نقدرش نقول عليها رخيصه، يعني هندفع فيها فلوس لكنها مش غاليه قوي، لكن التاثير بتاعها عظيم جدا وكبير جدا جدا. فلو انت من هواة التوفير وانك ما تدفعش فلوس، لا انت المره دي هتدفع معانا وهنغرمك شويه، بس طبعا مش فلوس كتير ولا اي حاجة، هي فلوس قليلة بالنسبة للانتاج اللي احنا هناخده من الطيور بتاعتنا. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. التلات اضافات او التلات اكلات بتوع النهاردة فيهم عشبين، والتالتة نقدر نقول عليها عشب ونقدر نقول عليها نبات ونقدر نقول عليها حاجات كتيرة جدا. العشبين اللي في الاول دول من اقوى وافضل الاعشاب لزيادة الانتاج وزيادة الخصوبة عند الطيور. ركز معانا عشان هنتكلم عن واحد واحد ونقول لك فوائده، موضوع دسم وكله مهم من اوله لاخره. اول عشب معانا هو الكركم. الكركم ده يا جماعة نقدر نقول لكم ان هو سحر كده، سحر. حتى انت لما بتيجي تمسك الكركم بايديك كده وتحاول تغسل ايديك بعد كده، تحس ان هو اللون بتاعه بيفضل في ايديك، بتفضل ايديك مصبوغه بصبغه الكركم. ده مش علشان هو بيمسك في ايده بس، لا ده علشان برضو تاثيره بيفضل باقي جوه جسم الطائر، مش بس شكلا ولونا، لا تاثيره كمان بيفضل باقي لفتره. يعني لما تدي الكركم للطائر مره في الاسبوع بتبقى كافيه جدا، لكن احنا بنحب نديه يعني بجرعات اكتر من كده شويه. المهم ان الكركم ده له فوائد كتيره جدا، يعني هو بيبقى مضاد للاكسده وبيبقى مضاد للالتهابات طبعا لانه مضاد الأكسدة، وكمان بيرفع الخصوبة بتاعة الطائر وبيخلي الطائر عنده طاقة كبيرة جدا وجسمه كويس، يعني صحته كويسة، في نشاط كده وحركة حلو، وبيطلع وبيطرد السموم كلها من جسم الطائر، بيطرد السموم وبيخلي السموم كلها تخرج مع يعني كل الفضلات والزرق اللي بيطلع من الطيور. فالكركم حاجة سحرية جدا وفعالة جدا علشان تزود انتاج البيض وتخلي انتاج البيض كمان طاهر، خليه نقي، يعني البيض يبقى طعمه حلو كده، تحس ان هو نظيف نظيف ما فيهوش اي حاجه ايه من الادويه الكيميائيه او من اي حاجه ممكن تغير طعم البيض او ريحه البيض، بيبقى طاهر كده ونقي. والانتاج كله بتاع الفرخه بقى اللي بتاخد الكركم بيبقى طاهر ونقي، سواء بيض او لحم. اللحم كمان بتاع الفراخ، اللحم بتاع الفراخ لما تكون هي واكله كركم او بتديها الكركم بنسبه منتظمه او بوتيره منتظمه، اللحم بتاعها هيكون طعمه حلو جدا وريحته حلوه جدا، وانت هتلاحظ ده، انت هتلاحظ ده لما تيجي ايه تطبخ الفراخ دي او تسلقها او تاكلها، هتلاقي فعلا ان الكركم باين جوه لحم الفراخ، لان خصوصا لو انت ايه بقى، خصوصا لو انت بدات تديها الكركم ده من صغرها. تمام، الجرعات بتاعه الكركم 5 جرام على كيلو العلف، 5 جرام على كيلو عرف، بس احنا مش هنستخدمه لوحده. التلات اعشاب او التلات اكلات بتوع النهارده هنستخدمهم مع بعض على كيلو العلف. فاول اضافه هنحطها على كيلو العلف هي 5 جرام من الكركم. تاني حاجه بقى معانا وهي الساحره الكبيره والساحره المهمه جدا، وهي الحبه السوداء. الحبه السوداء او حبه البركه، في ناس في بلاد عربيه بتسميها حبه سوداء وفي بلاد عربيه تانية بتسميها حبه البركه، وهي مشهوره بالاسماء دي، لكن هي فعلا 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 فيها شفاء، وفيها يعني شفاء مش من مرض معين، لا هي فعلا بتدخل جوه جسم الطائر وبتحارب كتير من البكتيريا الضاره وبتنظف جسم الطائر وبتنظف الدم بتاع الطائر، هي بتشتغل على الدم بشكل كبير جدا، بتطرد اي دماء متراكمه او اي دم متجلد جوه جسم الطائر وبتخلي حركه الدم شغاله كويس. لكن طبعا حبه البركه من الحاجات اللي احنا لازم ناخد بالنا واحنا بنستخدمها، لان هي وهي بتتعامل مع الدم ممكن تجيب نزيف للطيور، فانت ما ينفعش تستخدمها بكميات كبيره. انت كبني ادم اصلا لو استخدمت حبه البركه بكميات كبيره انت هتتضر، فما بالك بالطائر. فانت استخدم حبه البركه بالكميات الموصى بيها، ما تكترش عن الكميات دي، والكميات
الكميات والمقادير هي هي بتاعت الكركم 5 جرام، 5 جرام على كيلو العلف، ده بالنسبة لحبة البركة. يبقى احنا كده حطينا عشبين، عشب الكركم 5 جرام وعشب حبة البركة 5 جرام، يعني 10 جرام أعشاب علف كيلو العلف. كده فاضل أكلة بقى وهي الإضافة الأخيرة، وهي الإضافة اللي مليانة بالكالسيوم، الإضافة اللي مليانة بالألياف، الإضافة اللي مليانة بفوائد كتيرة جدا هتعزز إنتاجية الفراخ للبيض، من حيث قشرة البيض، من حيث طعم البيض، من حيث البياض بتاع البيض يبقى كده متكامل أو كامل ناضج، يعني ما يكونش ضعيف. لما تيجي تسلق البيضة كده تحس ان البياض مفصول عن القشرة، مش لازق فيها، لان البياض ناضج، ناضج بنسبة كبيرة جدا. لازم تكون عنصر كالسيوم كويس، تمام، لان ممكن قلة الكالسيوم تؤدي الى فساد القشرة او فساد البياض اللي جوه، تمام. والاكلة الاخيرة هي السمسم. السمسم يا جماعة ده هنقدمه بكميات كبيرة شوية، كميات مختلفة شوية. السمسم مش هنقدمه بالجرامات، احنا هنقدمه بالمعلقة، معلقة كبيرة من السمسم لكل 5 فرخات. ركز معايا في المقادير دي، لان المقادير دي مش على كيلو العلف بقى، انت هنا بقول لك لكل 5 فرخات، يعني الخمس فرخات عندك بياكلوا قد ايه علف؟ بياكلوا نص كيلو علف مثلا. ال10 فرخات عندك بياكلوا قد ايه علف؟ لو انت بتدي للفرخه الواحده من 60 ل 100 جرام، احسبها، احسبها وشوف الخمس فرخات بياكلوا قد ايه علف، وتحط بقى على كميه العلف دي للخمس فرخات معلقه كبيره، للخمس فرخات معلقه كبيره، وتحط باقي الاضافات بقى الكركم وحبه البركه بعدد الجرامات المناسبه للخمس فرخات، اللي هي عدد الجرامات المناسبه لكميه العلف اللي هياكلوها الخمس فرخات. حلو، يبقى انت علشان ما تتلخبطش، 5 جرام من الكركم و5 جرام من حبه البركه على كيلو العلف، لكن السمسم معلقه كبيره من السمسم لكل 5 فرخات. ايه فايده السمسم بقى؟ كالسيوم والياف وهضم ووقايه ضد امراض وصحة في العينين وصحة في الجلد وصحة في العظام وصحة في كل حاجة. السمسم بيدي فايدة في كل شيء فعلا، انت لما تستخدمه هتلاحظ بالفرق الكبير جدا. ده غير انه بيدي طاقة كبيرة جدا، طاقة كبيرة جدا، لانه مليان بالفيتامينات برضو وبالاملاح المعدنية. احنا كده اتكلمنا عن 3 حاجات من اهم الحاجات، الكركم وحبة البركة او الحبة السوداء والسمسم اللي بيستخدمه مع الفراخ بتاعته مرتين في الاسبوع او يوم ويوم لا، تمام، مرتين في الاسبوع او يوم ويوم لا، هيلاحظ ان في تأثير كبير جدا على صحة الطيور وعلى انتاجية الطيور، من حيث انتاج البيض طبعا بكميات كبيرة جدا، والبيض نفسه حجم كبير، حجمه كبير ونظيف ونقي بيور يعني، وكمان من حيث انتاج اللحوم. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشرة ليك من اليوتيوب، ونشوفك على 1,000,000,000 خير في حلقات جديدة على قناة طيور فوق السطح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.